اهلا وسهلا اعزائي المشاهدين، وحلقه جديده من برنامج فلاش باك. ونجم هذه الحلقه هو عباره عن ضحكه، الراحل الكبير حسن فايق. حسن فايق طبعا يعني عايش كضحكه، وعايش كاداء، وعايش كستايل معين، وعايش كطريقه اداء. انما ممكن نقول في هذه الحلقه او في هذه العجاله انه حسن فايق الحقيقه محتاج برامج كتيره. ممكن نتكلم عن انه حسن فايق من الذين بدأوا طبعا في المسرح. لازم نقول المعلومة دي ولازم نأكدها، كل الممثلين الكبار اللي عندنا هم أبناء المسرح، لأنه الحقيقة ما كانش فيه غيره، ما كانش فيه موجود غير المسرح. بدأ في أدوار قصيرة صغيرة في المسرح، بدأ مع فرق مسرحية كثيرة وكبيرة، وبدأ يجرب إمكانياته نفسه، ولم يكتفي بذلك، لم يكتفي بالتمثيل، انما في مرحله الحياه مهمه والناس عارفاها، كثيرين يعني عارفينها في حياه حسن فايق، ان هو كان مونولوجيست. ومونولوجيست معروف لانه اشتهر باداء مونولوج مشهور جدا. هذا المونولوج كان بيأديه اخرين، منهم يوسف وهبي مثلا. هذا المونولوج اسمه شم الكوكايين او الكوكايين، وده كان مونولوج هدفه التنفير من حكاية شم الكوكايين، لأن الكوكايين دخل مصر في هذه الفترة وبدأت أثاره السيئة تبان على المدمنين. فكان حسن فايق بيطلع بيقدم نمرة وبيقول هذا المونولوج: شم الكوكايين خلاني مسكين. واللي انتشر انتشار كبير جدا، واللي يمكن هذا النجاح يعني إيه لفت نظر حسن فايق لأهمية تجاوب الجمهور معه. شم الكوكايين خلاني مسكين، مناخيري بتوني وقلبي حزين، وعيني في راسي رايحين جايين. لكن استطاع حسن فايق رغم ادواره القصيره، شوفوا مثلا مع نجيب الريحاني مثلا في افلام الاولى، بنشوف الدور صغير جدا، انما حسن فايق لافت جدا. أنا أتصور أن قدرة حسن فايق أنه يعمل له شكل، يعمل له ستايل. كان في الغالب بيعمل دور الرجل اللي هو يعني تحس أنه فيه سذاجة، هو رجل ضخم وأصلع بس فيه سذاجة كده، فيه نوع من الطفولية والسذاجة. أنا أعتقد أنه حسن فايق وصل إلى هذه الشخصية اللي بنشوفها مع نجيب الريحاني من خلال المسرح. يعني استطاع أنه أنا عايز أتميز. طب أتميز إزاي؟ وأتميز إزاي في ظل هؤلاء العمالقة؟ يعني أنت بنتكلم في عبد الفتاح الأسري وحسن فايق وشرفنطح، يعني أسماء كل واحد متميز. فأنا أتصور إنه هو بدأ يجرب هضحك بالطريقة الفلانية. فلما وجد تجاوب مع الجمهور، بدأ يدوس على هذه المنطقة وبدأ يصنع هذه الضحكة، إلى الدرجة إن أنا وصفته بإنه ضحكة. يعني حسن فايق لا يمكن أن تتخيله وهو مكشر. بتضحك على ايه يا عم؟ انا عارف، شفتكم بتضحكم ضحكت. انا وانا بكلم حضراتك انا سامع ضحكتكم. الانسان يصل الى هذه القدره من انه يضع بصمه، انا اعتقد انه ده يعني بفضل الموهبه وبسبب الخبره الكبيره اللي عملها حسن فايق. حسن فايق تاريخ كبير جدا في المسرح، تاريخ كبير جدا في السينما. ادى الاب لون ومذاق مختلف، والجد ايضا كمان لعب الاب ولعب الجد. يعني نشوفه مثلا في شارع الحب مثلا مع صباح، الجد المتزمت الى اخره، او بنشوفه حتى في افلام بطوله مشتركه مع اسماعيل ياسين مثلا، لما كانوا اتنين بيتجوزوا وبيتورطوا في الزواج من امراتين قبيحتين. تعرفي انا كنت بخاف من الستات، لكن انا غلطان اللي ما كتبتش كلام بلا بيعه. مش كده؟ الله، طرد الحبيب زي اخي الجديد. بنشوف التواصل اللي موجود بينه وبين اسماعيل ياسين. هذا رجل عنده القدره والثقه انه يمثل بثقه وببصمه خاصه مع نجيب الريحاني، وبيمثل الثقه وبيمثل البصمه الخاصه مع اسماعيل ياسين، ودول نجوم مش سهلين. عايز اتكلم واشير على فطين عبد الوهاب. فطين عبد الوهاب انا اعتقد انه اعاد اكتشاف حسن فايق، وقدمه ووظف امكانياته، او خلينا نقولها بالبلدي كده شويتين بتوع، في اطار درامي. يعني لما نشوف طبعا
في الزوجة رقم 13، وده من أهم أفلام فطين عبد الوهاب عموما، اللي بيضحك من خلال رشدي أباظة وشادية، هم يعني مش كوميديانات، إنما بنشوف إزاي بيوظف ضحكة حسن فايق في المشهد، أحد المشاهد الشهيرة في هذا الفيلم، إزاي بيقدمه وإزاي بيخلي حسن فايق موجود وحاضر في إطار هذا الصراع الموجود. طبعا حضراتكم حافظين الفيلم ما بين رشدي أباظة وما بين شادية. بلمت ليه يا كذاب يا مفتري؟ انت جنيت ولا تلحاس في عقلك؟ البنت بطنها قدامها وجاي تخطبها مني؟ لا شك انه حسن فايق بصمة وعلامة، ورغم انه قطع فترة طويلة جدا قبل وفاته عن التمثيل، لانه زي ما حضراتكم عارفين انه اصيب بالشلل وقعد فترة كتيرة كبيرة في البيت، لكن ظل الجمهور فاكره. ودي اعتقد النجاح الكبير، انه رغم انه الممثل قاعد في بيتهم وما بيمثلش، ان الناس بتحب حسن فايق وبتستدعي الضحكة بتاعته. وانا فاكر كان في برنامج تلفزيوني في السبعينيات استضافوه مرة، انا فاكر انه انطلق في ضحكة طويلة جدا. كان هذا البرنامج بيقدمه صحفي كبير اسمه محمد زايد في الاعراب، انطلق في ضحكة يعني عايز اقول لحضراتكم ابهجت المشاهدين. مجرد ضحك هذا الرجل كان يبهج المشاهدين. رحم الله حسن فايق، اسم وعلامة كبيرة جدا في تاريخ الدراما المصرية عموما، وهذا النموذج لم يتكرر بعد وفاته.